تنفيذاً لتوجيهات بقيادتنا الرشيدة، قامت جمعية الشارقة الخيرية حملة تراحم لإخواننا في غزة وفلسطين، بعملة 5 مراكز لاستلام المواد العينية في مدينة كلباء ومدينة خورفكان ومدينة دبا، وهي المجالس الضواحي لاستلام هذه المواد العينية واستلام التبرعات المالية عن طريق الفروع 3 لجمعية الشارقة الخيرية. انطلقت الحملة من تاريخ 18/10 حتى 26/10 من الساعة 8 صباحا حتى 10 مساء يوميا، ونستقبل هذه المواد العينية في جميع هذه المراكز.